خلاص الحاجة مش هيتجوز علينا. مين قال لك يا بنتي مديح؟ هو قال الأمينة. خلاص بقى سره عند أمينة. أنا مش فاهمة يا أختي هو زعلان مننا ليه؟ عشان الحاجات اللي عملتها الشيخة بتاعت الزهر، الزهر إنها جابت مفعول، طفشت له الجوازة. بقى زعلان على ولية كركوبة دي؟ ده كان بينها وبين القبر شبرين. لا بقى ده أنتِ فاهمة غلط، أنتِ فاكرة كان هيتجوزها؟ ده كان عايز يتجوز بنتها اللي هي زميلة سعيد في الكلية. خمستي؟ الحاج بيبص لبنات صغيرة؟ علينا العوض، علينا العوض. لا بقى يا روحي، قولي على نفسك، مالكيش دعوة بيا، أنا لسه صغيرة. ليه يا حبيبتي؟ والبت الشحطة اللي قاعدة تحت في الشقة دي إيه؟ بنتك ولا سلفها من الجيران؟ معقول مين؟ سعيد؟ سعيد؟ اهلا. ازيك يا سعيد؟ اهلا. ازيك يا مرة؟ الحمد لله. تخيل يا سعيد، دخلت المحل ده اشتري منه حاجه وما كنتش عارفه انه محلك. اهلا وسهلا، محل تحت امره. طيب اقعد بقى خد نفس. اتفضلي. اما حته مفاجاه، انت اول مره تيجي هنا؟ ايوه، انما ألفت طبعا هي اللي عارفه المحل كويس، ما كانت بتيجي هي وسمير. محل تحت امرك يا مروه، انت عايز ايه؟ ايه ده على طول كده؟ حتى قالوا لي انك تاجر شاطر قوي وبتضيف زباينك. تحت امرك. تشربي ايه؟ انت تحب تطلب لي ايه؟ اللي تأمري بيه، حاجه ساقعه، حاجه سخنه، اللي انت عايزاه. هات لي عصير يا نبيل. لا بس سعيد، لو سمحت عصير مانجا. عينيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت جنبك هنا، قلت اعدي اشوفك، يمكن تكون محتاج حاجه. ازيك يا حاج، انت نسيتني؟ انا كمان بقول الشبه ده مش غريب عليا. ايوه انا صاحبه سميره وألفت، احنا اتقابلنا في عيد ميلاد سمير وزميله سعيد في الكليه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت ما ضيفتش زميلتك ولا ايه؟ طلب لي عصير. سعيد، الكاستور الجديد عامل معاك ايه؟ الحمد لله ماشي نص ونص. معلش، هو بس محتاج زقه لحد زبون ما يتعود عليه ويعجبه. الحاجات الجديده برضه ليها زهوه، بس المهم تكون تستاهل. اسيبك بقى تشوف حالك واروح انا اشوف حالي. فرصه سعيده يا ست الكل. قلت لي اسمك ايه؟ مروه يا حاج، باين عليك بتنسى اوان. يا ريت، النسيان ساعات نعمه، بس مش معقول الواحد ينسى الناس الحلوين اللي زيك. نشوفك تاني. مع السلامة يا حاج. والدك ده لطيف قوي. كل الستات رأيهم كده. بس أنا مش فاهمة ليه سمير رفضت تتجوزه. أنت كنت عايزة تشتري إيه يا مروة؟ تحت أمرك. لازم أركب أسانسير ولا الواحد مش يقدر يكمل. يا حاج، نورت بيتك ومطرحك. ايه الهوسه الكدابه دي يا وليه؟ فين امينه؟ بتحضر العشاء لسعيد. هو جه؟ ايوه جه وبيغير هدومه. ما تتفضل يا حاج. قولي له بعد ما يتعشى يطلع لي فوق، انا عايزه ضروري. حاضر. وايه يا اختي ده؟ هو خايف يخش البيت ولا ايه؟ ام ابراهيم. نعم. مين؟ ده الحاج عايز سعيد يطلع له بعد العشاء. عاوز مني ايه تاني؟